اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة الادوات المنزلية الحديثة. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم وعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة بشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده هنشوف مع بعض علب منظم التلاجة دي اللي تقدري تخزني وتنظمي بيها مختلف انواع الخضار المتقطعة، وغير كده المنظم ده بيجي معاه مصفى يعني تقدري تغسلي وتصفي الخضار في المصفى دي، وبعد كده تقدري انك تنظميها في التلاجة. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صفاية الاطباق دي، تقدري ان انتي تصفي عليها مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك. وهنا بقى عندنا حصيرة مصنوعة من السيليكون والقماش، طبعا عندها قدرة عالية من امتصاص المية والسوائل، تقدر ان انتي تصفي عليها الاطباق والمواعين بعد ما تغسليها. بعد كده عندنا المنظم ده وهو بيكون خاص بالمناديل، تقدر ان انتي تثبتيها عندك على الترابيزة في الصالة او في المكتب وتنظمي عليه ريموت التلفزيون او ريموت التكييف. بعد كده عندنا منظم الحلويات ده وهو بيجي كده متقسم لكذا خانة، تقدري ان انتي تنظمي فيه المكسرات او الشوكولاتات او الحلويات اللي بتكون عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للدولاب، تقدري ان انتي تثبتيه عندك في الدولاب وتنظمي فيه الشرابات وادواتك الشخصية. وهنا عندنا منظم للمطبخ اللي تقدري تنظمي عليه ادوات تنظيف المواعين زي الفيوت وصابون المواعين والاسفنجة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الطشت وهو بيكون مخصص لغسيل الهدوم، بيساعدك تغسلي فيه مختلف انواع الهدوم على ايدك بطريقة سهلة جدا زي ما هتشوفي كده معايا من خلال الفيديو. بعد كده عندنا طبق متعدد الاستخدامات، تقدري ان انتي تستخدميه في تنظيف وغسيل الفاكهة او الخضار، وكمان تقدري ان انتي تستخدميه كطبق تقديم. بعد كده عندنا منظم التوابل الدوار، بيجي مكون من 5 برطمانات، تقدري ان انتي تنظمي بيه الملح والفلفل او انواع التوابل اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة دي اللي تقدري تعملي بيها كرات الرز، او طبعا تقدري ان انتي تستخدميها وتعملي منها كرات اللحمة او كرات الخضار بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده تعالي نشوف مع بعض معانا منظم بخاخ، تقدري ان انت تنظمي في الزيت بحيث انك تقدري تتحكمي في كمية الزيت اللي انت محتاجاها. وهنا معانا منظم للزيت تقدري تنظمي فيه الزيت اللي عندك، واستخدامه طبعا بيكون جميل وسهل،
بتستخدمي الزيت بتاعك بالفرشة بحيث ان يديكي كميات قليلة من الزيت. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدري تنظمي عليه ادوات ولوازم المطبخ اللي بتستخدميها وانت بتطبخي، زي غطيان الحلل او لوح تقطيع الخضروات او المعالق او السكاكين، وهو طبعا بيساعدك على نظافة وترتيب المطبخ وان رخامة المطبخ عندك تفضل نظيفة. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا المنظم ده تقدري ان انت تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه ادواتك الشامبو والكريمات بتاعتك وتنظمي عليه كمان المناديل الرول. بعد كده معانا مجموعة من منظمات الهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش، بتيجي عبارة عن صناديق مقسمة كده من جوه، وتقدر ان انت تستخدميها في تنظيم البناطيل او التيشيرتات او الملابس الداخلية، تقدر ان انت تنظمي بيها اي حاجة انت عاوزاها. بعد كده عندنا منظمات للحمام تقدري ان انت تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي فيها الشامبو او البلسم، وزي ما انت شايفة كده هي بتحتوي على 2 منظم. وهنا عندنا اداة تثبيت وهي بتكون مخصصة لتنظيم فرش الاسنان ومعجون الاسنان. تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا منظم للعصير تقدر ان انت تنظمي فيه 3 انواع مختلفة من العصير، وتقدر ان انت تستخدميه هو في التلاجة، يعني مش هتضطري تطلعيه من التلاجة عشان تستخدميه. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم ده تقدري تثبتيه على الحوض عندك وتثبتي عليه وتنظمي عليه ادوات ولوازم المطبخ. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القشاطة اللي طبعا عرضها بيساعدك انك تلم المية او التراب اللي على البلاط بسرعة كبيرة جدا، وهي بتبقى مصنوعة من السيليكون وتقدري كمان تنظفي بيها المرايات او الشبابيك او الجدار. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدك على تنظيف وتقطيع الفاكهة او الخضار اللي بتكون عندك بطريقة سهلة وبتحافظ جدا على ايديكي. بعد كده عندنا الاداة المخصصة لتنظيف السمك تقدري ان انت تنظفي بيها جميع انواع السمك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. وهنا بقى عندنا منظم البقاليات ده، المنظم ده متقسم لثلاث خانات صغيرين وخانة كبيرة، وطبعا المنظم ده بيجي معاه اداة معيارية تقدري ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها بمجرد ما تضغطي على الزرار، وتقدري تنظمي بيه البقوليات او السكر او الرز او الدقيق. بعد كده عندنا الاداة دي اللي بتساعدك تقلبي بيها المقليات اللي عندك زي السمك او البيض او البرجر. بعد كده معانا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك جنب التلاجة، وطبعا تقدري ان انت تثبتي فيه مختلف انواع الاكياس اللي بتكون عندك سواء كانت اكياس عادية او اكياس رول. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك في المطبخ وتثبتي عليها ادوات ولوازم المطبخ، وكمان تقدري ان انت تثبتيها على بيبان الاوض او الحمام. وبعد كده معانا ازازة المية دي وهي بيكون فيها درج متقسم كده تقدري تنظمي فيه الادوية بتاعتك، وطبعا تقدري تخرجي بيها في اي مكان. وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للهدوم وهو بيبقى مصنوع من القماش، وطبعا تقدري تنظمي بيه القمصان او البناطيل او التيشيرتات، وطبعا بيساعدك على تنظيم وترتيب الدولاب عندك. وهنا بقى عندنا مجموعة من القطع اللي تقدري تستخدميها لقفل الأكياس المفتوحة عندك زي التوابل والصوصات والخميرة. وبعد كده معانا الكبة اللي تقدري تستخدميها من غير شواحن أو كهرباء، تقدري ان انت تفرمي بيها التوم والفلفل بمجرد ما تضغطي عليها كده من فوق. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة،
وتقدري ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انت تقدري ان انت تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق ايباي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا. بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصل لها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالزر على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله. عاوزة طبعا اشكركم على دعمكم ليا سواء في اللايك او في التعليقات، واتمنى بالفيديو ده كمان تدعموني وتقولولي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك. وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو تقدري طبعا تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وحيل وافكار تانية كتير تقدري تدوسي على زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله.